السلام عليكم متابعين قناة مستر كريبتو. عدنا بفيديو جديد ومهم جدا عن عملة شيبا اينو. شو راح يصير بعملة شيبا اينو اذا تم حرق اكثر من 90% من معروض التداول؟ شو ممكن يصير وكم الفترة اللي ممكن نستغرقها حتى يتم بيع او حتى يتم حرق جميع هاي القطع؟ قبل ما نبلش بالفيديو خلونا نتكلم عن صفقة مهمة صارت بالامس على القناة العامة، والحمد لله حققنا منها مربح كبير جدا، وكانت صفقة شورت على عملة البيبل بعد هبوط العملة بالامس بنسبة اكثر من 15 او 16%. ندخل على قناة التليجرام نشوف انه عندي بالامس تقريبا في الساعة 9 مساء نزلت صفقة شورت على عملة البيبل من سعر 4.20 الى 4.23. طبعا حطينا الاهداف وحددنا الستوب لوس مثل ما شايفين قدامكم. انا اي صفقة بحب ادخلها لازم حدد مناطق الدخول ولازم حدد اسباب الهبوط، واشرح للاشخاص المشتركين معي بجروب الفي اي بي اشرح لهم ليش انا متوقع الهبوط. هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية، هاي الصفقة كانت على القناة العامة قناة مستر كريبتو، بتقدر تنضم لها عن طريق الرابط الموجود اسفل الفيديو. والحمد لله العملة جابت جميع اهدافها بمربح اكثر من 300%. قلت لهم بالنهاية لما وصلنا الى القاع قلت لهم قبل ضرب الهدف الاخير، كان الهدف على 35، لكن لما وصلنا لمناطق 36 قلت لهم انا خرجت على مربح 300% والباقي عندكم، يعني اللي بده يخرج يخرج من الصفقة. الحمد لله بعد التحليل تم تأكيد الكسر وصار شورت مرة تانية على العملة. أي شخص بيحب ينضم للقناة يتفضل ينضم عن طريق الرابط الموجود أسفل الفيديو، ونحن يوميا رح ننزل صفقات كبيرة مثل هاي. خلونا نرجع لموضوعنا وهو عملة شيبا إينو. عملة شيبا إينو من العملات إلى حد الآن في حالة ركود، العملة ما عم نشوف إلى أي تطورات، بالعكس العملة بعد ارتدادها من مناطق 0.5083 لحظة هبوط البيتكوين، اليوم العملة عم ترجع لدعم مرة تانية وهو دعم 0.509.2. حاليا العملة بمرحلة هبوط، وانا بتوقع العملة تستمر بمرحلة الهبوط الى هاي المناطق اللي هي منطقة 8.8، ما بين 8.8 الى 8.9. هاي مناطق اللي بتوقع تصير ارتداد عملة شيبا اينو، لكن بالوقت الحالي انا مستبعد بالفترة الحالية اي عمليات ارتداد. وحسب صحيفة المعروفة اللي هي صحيفة ووتشر، شو ممكن يصير اذا حرق 90% من الرموز؟ راح نعرف مع بعض بهذا الفيديو. حسب المقال اللي قرأته لازم نعرف كمية الحرق شو راح تكون. لازم نعرف أول شيء عدد قطع عملة شيبا إينو كم. عدد قطع عملة شيبا إينو بالسيركوليتنج سبلاي بتجاوز 589 تريليون قطعة، يعني عدد قطع مهول جدا. وإذا بدنا نحرق أكثر من 90% لازم نعرف إنه عدد القطع المحروقة لازم تتجاوز 460 تريليون قطعة، وهذا الشيء بيتم عندي فارق أكثر من 130 تريليون قطعة، وهذا الشيء مستحيل يسبب ارتفاع او ممكن يسبب ارتفاع وحذف عدد من الاصفار، لكن مستحيل وصلنا لمنطقة او خانة ما بين 10 سنت الى الواحد دولار. انا بستبعد هذا الخيار لعملة شيبا اينو. ففي حال لازم نشوف عملة شيبا اينو بسعر الواحد دولار لازم يكون دمج للقطع. دمج القطع يعني تخلي التريليون تدمجهم بألف قطعة، هيك بصير دمج سريع للقطع، تقليص بشكل كبير لعدد القطع. شركة عملة شيبا اينو ما بتخسر قطع منها، ما بتخسر سيولة، وغير هيك العملة بترتفع لسعر الواحد دولار. لكن يلي معه مليون قطعة رح تصير معه قطعة او تنتين او حتى ثلاث قطع، خلينا نقول 10 قطعة، لكن هذا الشيء بيساعد بوصول عملة شيبا اينو الى الواحد دولار وجذب المزيد من الحيتان. هذا حسب مقال صحيفة ووتشر. شيء ثاني، اذا استمرينا بالحرق فنحن ممكن باستخدام الشيبوريوم نوصل الى عدد حرق او تلف للقطع بنسبة 1 تريليون قطعة سنويا. فانت عم تتكلم عن اكثر من 589 عام حتى يتم حرق المعروض للتداول وتصير عملة شيبا اينو بسعر اعلى من 10 سنت وحتى تصير مليونير. فانت بهي الحالة ومع استخدام الشيبوريوم اللي هو كانت القاعدة لنقل الحرق الى مستويات اعلى، فهذا الحرق ما رح يكون كافي قبل 500 عام، وهذا الشيء رح يطول عقود وقرون. لهيك انا بستبعد حاليا فكرة حرق عملة شيبا اينو. بدك تحرق من عملة شيبا اينو بدك تنتظر اجيال اللي بعدك حتى تستفاد من الصبر تبعك. اما
إذا أنت مستعجل على الربح، في صفقات وفي عملات أفضل بكثير من عملة شيبا إينو. خلينا نشوف عملة الموفر. عملة الموفر بسعر 25 دولار أو 20 دولار حاليا، العملة بعدد قطع 8 مليون قطعة فقط، بأي لحظة ممكن هاي العملة تعمل 10 إكس وتحقق أرباح كبيرة جدا جدا. حاليا صبرك بعملة شيبا إينو عم بيضرك وعم بيروح منك فرص استثمارية رائعة جدا. عملة التي ار بي اللي طلعت من عام واحد فقط من 6 دولار إلى 600 دولار، يعني أكثر من 100 إكس. حاليا هاي العملة هي العملة الرائدة في مجال العملات المشفرة، أو العملة اللي صاحبت الكلمة والصوت الأعلى في مجال العملات المشفرة. في حال انتظارك مدة عام، أفضل ما انتظر 100 عام حتى أربح 1 إكس أو 2 إكس أو حتى 10 إكس. هيك وصلنا للفيديو أصدقائي، بتمنى هالفيديو يكون وصلك الفكرة المناسبة إلى ماهية حرق عملة شيب إينو. هل الحرق بسيط مثل ما متصور المجتمع؟ لا، الحرق ما له بسيط وراح يطول عقود وقرون، وصبرك راح تدفع انت الثمن وغيرك هو اللي يستفاد من صبرك بفرص اللي عم تجي بسوق العملات المشفرة. حاليا مجتمعات العملات الرقمية عم بتركز لك اهتمامك على عملات فاشلة حتى ما تلتفت للعملات ذات المشاريع الناجحة. سوق العملات المشفرة عبارة عن حرب، لازم الكبير يوقع الصغير، لهيك لازم تكون انت صاحب التفكير وما تنجر ورا كلام الحرق المستمر وحرق التريليونات القطع وما ادري ايش. هذا الشيء دمار لمحفظتك. ممكن عنوان الفيديو يكون مبالغ فيه، لكن اي شخص مستثمر بعملة شيبا اينو لازم يشوف هذا الفيديو لحتى يغير فكرته بالعملة. هيك وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. مع السلامة ودمتم بخير.